جايين حقنا عمر فرين وابننا غلطان، وهي ما بدنا نحكوا فيها. ابننا غلطان، بس كمان احنا طمعانين بكرمك وسمعتك وصيتك بين الناس، وصيتك ما شاء الله يعني. بدنا ما اذا تدخل بيننا بين حكي موسى. ليك ابو عصام، الله بيعلم انا لما بشوفكم قديش بفرح، وخاصة الشيخ عبد العليم. في بيننا وحدة حال من زمان، بس اللي عم تقوله يا ابو عصام في مقابله شيء. الصلحة بتصير، بس إذا رجعت سارة، سارة بترجع؟ لا والله سارة ما بترجع، ما بترجع. أسلمت؟ لا، والبنت ما حدا رح يجبرها، والسيد أبو عصام بيعرف هالشي تماما. لا إكراه في الدين، مثل ما بيقول القرآن الكريم. حاخامنا عوم رح أعطيك من الآخر. سارة رايدة معتز، ومعتز كمان رايدة، وأصلا هي اللي إجت لعنده بالأول. ويشهد علي ربي، من يوم ما فاتت على بيتك يا أبو عصام بيعاملها كأنها واحدة من بناته، حتى معتز ما بينام بالبيت. حخام، البنت نحن شارينا، والخدمة اللي بدنا إياها منك إنه معتز يتجوز سارة على سنة الله ورسوله. هلأ صرنا بشغلتين، الصلحة والجيزة. أنا رح أخبر الحكيم موسى وبرجع بخبركم، وإن شاء الله بيصير خير. بس إذا ما رضي الحكيم موسى، البنت رح ترجع يا أبو عصام؟ الله يا حقام، إيسا أنت وحسبها منيح. هلأ إذا رجعت سارة، أنت بتضمن ما يصير عليها شيء؟ من ناحية الحكيم موسى بضمن، أما من ناحية نسيم فما بعرف. هذا هو حكينا يا حخام، الله يخلينا اياك. حكيم موسى والله منسلم عيوننا، مو بس بنته، والله منسلم عيوننا. ما بنقول لا ورموش عيوننا فوق منا، بس ابنه حسبها انت منيح يا حخام، الله يرضى عليك. مشان الله حسبها منيح. نسيم هذا انت بتعرفه لنسيم، انت بحط من فلسانك هلا. من الاخر يعني، وان شاء الله لا تؤاخذني، ان شاء الله لا تؤاخذني. البنت ما لها طلعه من بيتي، ما لها طلعه. طيب ان شاء الله خير. أنا بخبر الحكيم موسى وبخبركم. إن شاء الله خير، تفضلوا. لا والله ما بتتحركوا من هون قبل ما تتعشوا، العشاء جاهز.